واخر يقول اذا كان احد عنده بنت وكثيرا ما تقدم لها رجال معروفون بالصلاح وبينهم معروفون بصلاح دينه ولا نزكي عليهم احد، ولكن البنت ترفض الزواج وتقول لن نتزوج ابدا، فهل يجب والدها او هل يجيب والدها الى طلبها؟ افتونا ماجورين جزاكم الله خيرا. الزواج لا بد فيه من رضا الزوجة والزوج بشرط النكاح إذا رضيا بالنكاح، لا يجبر الولد على الزواج إذا كان مكلفا ولا تجبر البنت كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تصبر. والنصر قال إذنها صمعتها، فإذا امتنعت ترضى بالزواج فليس لوليها أن يجبرها، لا الأب ولا غيره. الحاجة إليها الحاجة لها ويعلم بنفسها، فقد يكون بها مانع من الزواج وأهلها لا يعلمون ذلك. المقصود أنها لا تجبر ولكن تنصح، جاء الكفر تنصح ويبين لها أن هذا ينبغي وهذا الواجب عليها، البدار بالزواج لما فيه من إحسان الفرج وغض البصر وحصول الولد وتكفير الأمة إلى غير هذا من المصالح. وينصح الرجل كذلك الذي لا يرغب الزواج، ينصح ويوجه إلى الخير لعله يقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الهدى فليتزوج فإنه الأغض والبصر وأحسن الفرج. الحديث والله يقول سبحانه وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ويقول سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية. المقصود أن النكاح مطلوب من الرجال والنساء بل واجب، يجب على من عنده قدرة وعنده رغبة في النكاح ويستطيع أن يتزوج، ويجب على الفتاة أن تتزوج إذا جاء الكفر ليس لها أن تعتذر ولكن لا تجبر لأنها أعلم بنفسها. الواجب عليها من جهة الله أن تزوج وأن تعف نفسها وتغض بصرها، وعلى الرجل كذلك الشاب وهكذا غير الشاب. لكن ذكر النبي الشباب لأنه في الغالب أقوى من غيرهم شهوة والخطر عليهم أكثر، وإلا فالكبير كذلك إذا كان ذا شهوة يجب عليه يتزوج وليس له التساهل في هذا. وبعض أهل العلم قالوا إن كان يخاف الخطر وجب عليه وإلا فلا، ولكن ظاهر النص وجوب ذلك عليه ما دام ذا شهوة ويستطيع